الحاجه اللي تنتمنوا بزاف الله يرحم ليكم الوالدين الدراري عندنا مكبر في السن، الدراري ما عندهم فين يقراو دروكا مع الارض باقا تتحرك وما خصهمش يحسوا بهادشي هذا وتيتخلعوا، يعني خصنا فين نلعبوا الدراري والمدرسه خصهم يديروا لنا شي حل المدرسه. واخا شي كيتون دابا هما حاطين لنا الحمد لله السبيطارات وحاطين لنا الخيام فين نسكنوا، وما سميتو خصنا يحطوا شي حاجه بحال سميتو بحال الخيام اللي حاطين لنا مثلا نسكنوا فيهم ولا شي حاجه يديروها على حسب المدرسه القرايه الدراري باش ما يضيعوش لنا. كاينين الاساتذه تبارك الله يطوعوا هما زعما دابا شحال من مدرسه دابا ربت لنا يمكن هما دابا باقيين جالسين يديروا لنا سميتو فين يقراو الدراري. كاينين الدراري شحال من الدراري تقريبا الدراري كثار تبارك الله الدراري انت تشوف الدراري كاع هضرتي معاهم راه كاينين الدراري كثار. عندي جوج وليدات هي المدرسه سميتو البنت اللي عندي باقا صغيره يلا عندها الدراري اللي تيقرا عنده 8 سنين. المواد الغذائيه الحمد لله كاينين الناس قايمين بالواجب ديالهم كاينين الجمعيات تدخلوا المحسنين والحمد لله بالنسبه للماكله الحمد لله كل شيء كاين وتنتمنوا خير ان شاء الله الحمد لله على كل حال وبنادم يرجع لطريق الله سبحانه وتعالى. العمل ديال اخويا هنا انا اللي وقفته دابا راه انت مبرزت باقي الدار دابا مكرفصه ما لقينا فين ندخلوا دابا ما يمكنش تمشي تخدموا وتخلي وليداتك في الخلا هنايا ما لا اله الا الله وصف. بيت مدرسة ترجعو لينا وبينا نبنيو الطيور والمراحيض والألعاب وكامل داكشي. صعيب والبيت والشتا غتكون خصنا الطيور والمدرسة ترجع لينا الأساتذة نقراو باش ما يضيعش العام. يلا دخلنا وتخلصنا وجينا الأدوات وصافي الجمعة نهار الجمعة في الليل جينا وقال لينا حتى نهار الاثنين نجي وجات لنا هاد المعجزة. أنا ما عجبتنيش الحياة ما عجبتنيش الدولة بغينا الطيور نسكنو فيها بحال الأولاد المهم ترجع الحياة كيما كانت. أنا غير الطيور ترجع لينا ونديرو الميحة زعما بغينا المدرسة ترجع